مشاهدينا، أعلن رئيس كتلة التيار الصدري في البرلمان العراقي حسن العذاري أن أعضاء الكتلة سيقاطعون الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية الاثنين، ولطالما كرر الصدر إصراره على تشكيل حكومة أغلبية، ما سيشكل انقطاعا مع التقليد الذي يقضي بالتوافق بين الأطراف الشيعية الكبرى. ويبدو أن التيار الصدري يتجه للتحالف مع كتل سنية، لا سيما رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني. من جانبه كتب مقتدى الصدر على تويتر: إذا لم يكن مرشح الحزب الديمقراطي الحليف لرئاسة الجمهورية مستوفيا للشروط فأدعو نواب الإصلاح لعدم التصويت له. وقال نائب من الكتلة الصدرية: فضل أن لا تكشف هويته أن القرار موجه للأكراد وخاصة الحزب الديمقراطي من أجل الاتفاق على مرشح كردي واحد لمنصب رئيس الجمهورية. مشاهدينا، للمزيد أرحب بضيفي هنا في الاستوديو دكتور تحسين الشيخلي، مدير مركز بحوث دراسات المستقبل في لندن. أرحب بك دكتور تحسين. بداية، كيف تقرأ هذا القرار أو الموقف من قبل التيار الصدري وهو مفاجئ حقيقة؟ لا، هو ليس مفاجئ بشكل كبير. عملية التجميد اللي يقوم بها الصدر هي رد على التفسير الأخير للمحكمة الاتحادية للفقرة الأولى من المادة 70 المتخصصة بانتخاب رئيس الجمهورية، واللي فسرتها الآن يجب أن يتم بحضور ثلثي أعضاء مجلس النواب المنتخبين. وبهالحالة يعني وضعت الجميع أمام حالة جديدة كانت سابقا بالأغلبية المطلقة للحضور، لكن الآن بثلثي مجلس النواب المنتخبين. هذه النقطة خلت الصدر أمام حالة، خاصة مع ترشيح هشام زيبالي اللي هو متهم عليه آثار كثيرة وشبهات فساد، وسبق وأن مجلس النواب يعني عزل من منصبه كوزير مالية وعليه دعاوى في هذا الموضوع، والصدر ينادي بالإصلاح وهو الشعار اللي رفعه، فأحرج بهذا الموضوع. الآن أتصور أنه الغلبة للإطار في هذا المجال هي جولات، جولة هنا وجولة هناك. هذه الجولة هي جولة الإطار التنسيقي في الحصول، لكن أنا أتصور بعد بكرة سوف لن يستكمل النصاب، وسندخل يا أما في فراغ دستوري يا أما يتم التأجيل. طيب، دعنا نشرك معنا السيد طالب الأحمد الباحث في الشؤون السياسية، ينضم إلي عبر الهاتف من بغداد. أرحب بك سيد طالب. كيف سيؤثر قرار الصدر على عملية التصويت لرئيس الجمهورية؟ أعتقد أنه هذا القرار طبعا يعني سوف يعني يكون له تأثير سلبي على حضور السيد هشام زيباري، لأن يعني ينتخب كرئيس الجمهورية، وتقديري أنه السيد الصدر يعني هو يريد أن يسحب البساط يعني بشكل أو بآخر من الإطار وينقل الكرة إلى ملعبهم، باعتبار هم كانوا يراهنون أو هو ربما وصلت إليه معلومات بأنهم هم سوف يعطلوا يعني نصاب الجلسة القادمة، وهو سبقهم إلى ذلك يعني وكأنه يريد أن يقول لهم طيب لنرى ماذا ستفعلون أنتم إذا نحن لم نحضر. يعني الآن تقريبا هو صراع يعني مستمر يحتدم، وكل قوة يعني يكاد تكون يعني القوة متكافئة إلى حد ما. صحيح الأفضلية والأريحية هي للتيار الصدري وحلفائه باعتبارهم يعني لديهم يعني أكبر عدد من المقاعد، لكن حتى الآن هم يعني يجدون صعوبة بالغة ويواجهون يعني تحديات كبيرة في يعني تمرير مشروعهم للحكومة الأغلبية، لأنه القوى الأخرى أيضا ليست يعني قوة سهلة، يعني قوة أيضا لها حضور في البرلمان، لها جمهورها، لها امتداداتها ودعمها الاقليمي، وبالتالي يعني هذا الصراع اعتقد سوف يبقى محتدم، سيما وانه بشكل او باخر هو ايضا صوره مصغره عن صراع المحاور في المنطقه. طيب دكتور تحسين، قرار الصدر ليس فقط عدم المشاركه في التصويت للرئاسه، وانما ايضا تجميد مفاوضات تشكيل الحكومه.
ما هي الرسائل ولمن هي موجهة؟ هي بالمناسبة يعني هو استخدام ورقة الثلث المعطل هي ليست جديدة، يعني هي تجربة مرت بها لبنان سابقا. نعم صحيح. والآن هم يحاولون أن يستخدمها، الصدر يستخدمها داخل بالجلسة اللي سوف تعقد بعد غد. لكن أنا أتصور بالنتيجة رسائل السيد الصدر لكل الأطراف بأنه احنا متمسكين بمشروعنا، مشروع الحكومة الأغلبية، محاولاتكم بأي محور تدخلون، لأن السيد بافال طلباني اللي هو بالاتحاد الكردستاني الآن متحالف مع الإطار التنسيقي، وبالتالي قوتهم ازدادت. يعني هنالك السنة توحدوا في جبهة واحدة، والاتحاد الوطني العفو الديمقراطي الكردستاني أيضا معهم، والصدر هم يشكلون طرف، والطرف الآخر هو الإطار التنسيقي، والآن انضم معهم الاتحاد الكردستاني. هذه الطرفين هم الصراع بينهم بين الاثنين. الرسالة الصدر واضحة، لن يكون هنالك أي مفاوضات مستقبلية الغاية من عندها فرض حالة التوافق، لا حكومة توافقية، هنالك حكومة أغلبية. هذه هي الرسالة اللي رفض بها أن يدخل، يعني أوجهها أمس بتغريدته، وبنفس الوقت هو استخدام الثلث المعطل لجعل الإطار أمام مهمة صعبة جدا في انتخاب رئيس الجمهورية. نعم. طيب سيد طالب الأحمد، يعني إلى أي مدى موقف الصدر هذا سيدخل العملية السياسية في طريق مسدود، خاصة وأنه يرفض حتى اللحظة على الأقل بمشاركة القوى الشيعية الأخرى في هذه الحكومة؟ لا، الحقيقة هي الآن يعني قبل هذا التاريخية وصلت إلى فعلاً إلى طريق مسدود. يعني هذه العملية يعني السياسية عملية منتجة للأزمات، أنتجت فيها نظام أستطيع أن أصفه بأنه نظام سياسي دائري، يعني دائماً يعيد إنتاج نفسه، يعيد إنتاج أزماته. وبالتالي لا، يعني هو السيد الصدر لماذا طرح هذا المشروع؟ أعتقد هو ربما محاولة، رغم أنه هي ليست متكاملة، لأنه هو سيضطر طبعا أن يتحالف مع آخرين، يعني هم أيضا جزء من نظام المحاصصة، وهم ربما لا يعتقدون بحكومة الأغلبية إلا تماشا مع السيد الصدر. يعني بالتالي يعني لا يزال الصراع هو صراع على حصص، صراع على مقاعد، صراع على سلطة، صراع على مغانم. يعني لا يوجد حتى الآن لدينا يعني مشروع وطني واضح متكامل له استراتيجية واضحة للسنوات القادمة. كل ما يطرح هو عبارة عن يعني عنوان غائم، شعار صحيح هو يمكن اقرب ينادي يعني مثل مشاعر الجمهور، لكن لا توجد يعني برامج حقيقه واضحه. فيبقى الصراع هو صراع على المغانم، على الحصص، سوف يبقى قائما. السيد الصدر هو لا يريد ان لا يشرك الاطار، هو فقط السيد المالكي لا يريد ان يشرك في الحكومه القادمه، لانه هو يعتقد ان وجود السيد المالكي في الحكومه القادمه معناه راح يتعرقل كل مشروعه يعني لان يكون هو يعني زعيم البلد، او ان يكون هو صاحب المرجعية العليا لحكومة الأغلبية، لاعتبارات عدة ليس مجال الآن لتفصيله. فهو يريد فقط أن عدم إشراك السيد نور المالكي هذه القضية. وبالتالي في تقدير الشخصي المطلوب هناك مرونة من الطرفين، ربما من قبل الإطار أيضا مطلوب مرونة أكبر، ممكن أنه يتوصل إلى تفاهم وتوافق أو اتفاق مع السيد الصدر لأنه حل هذا الموضوع. يعني وعدم وجود السيد المالكي في الحكومة القادمة يعني ككتلة أو هو بشخصه لا يعني أنه يعني تعطيه مصالح البلد. نعم. وبنفس الوقت السيد الصدر يعني لابد وأن أيضا يبدي مرونة وقدرة على استيعاب واحتواء مطالب الإطار، سيما أنه كما أشار الضيف الكريم أنه الآن أيضا الإطار أصبح له قوة أكبر بعد أنه انضمام الاتحاد الوطني. الاتحاد الوطني أيضا فصيل غير يعني له أهميته، له مكانته. وبالتالي أنه الآن إذا أصر فرضا التحالف الثلاثي على موقفه من تشييع السيد زيباري على سبيل المثال، ربما هذا يعني يوجد مخاطر جديدة، لأنه هنالك الآن حديث في أوساط إقليم كردستان بأن إدارة السليمانية ربما تنفصل عن إدارة الإقليم، وهذه مسألة خطيرة. يعني وبالتالي إحنا يعني امام يعني تداعيات الان يعني خطره تتطلب من كل ساسه، يعني سواء من السيد الصدر او من خصومه،
المفروض الآن وقت أن يقفون وقفة مسؤولة أمام يعني ما يجري في البلد، وبالتالي يجب إيقاف هذا الانهيار المتواصل للعملية السياسية. أشكرك جزيلا سيد طالب الأحمد الباحث في الشؤون السياسية، كنت معي عبر الهاتف من بغداد. دكتور تحسين الشيخلي، يعني موقف صدر هذا جاء بعد أيام من حديث مسؤول إيراني عن أنه لا يمكن لأي حكومة أن تمر دون موافقة الإطار التنسيقي، جماعة إيران. وبالتالي إلى أي مدى هذا الموقف أو هذا القرار من قبل الصدر هو رسالة إلى إيران وهو رسالة تحدي إلى إيران؟ هو طبعا معروف الصراع بين يعني داخل البيت السياسي الشيعي بين الشيعة العرب والشيعة الإيرانيين. الصدر يمثل هذه المرجعية بالحقيقة، يمثل الشيعة العرب واللي هم يحاولون أن يكونون عراقيين، يحاولون أن يحمون بلدهم. الشيعة الإيرانيين يعرفون أنه مشروعهم المشروع أكبر من مشروع وطني، مشروع إيراني، مشروع عقائدي، مع أنه كل ما وقع في مشكلة يذهب إلى طهران أو إلى قم بالحقيقة. سابقاً نعم. سابقاً عندما كان يدرس في الحوزة في قم، والآن لا، يعني دائماً هو يلجأ إلى منافذ أخرى. المشكلة أنه الإيرانيين الآن أمام موقف صعب. فشل الإطار التنسيقي اللي هو يضم كل الأطراف الموالية لإيران أو كل الأطراف المسلحة بالحقيقة والميليشيات الموالية لإيران، فشلها في الانتخابات في أن تحصل على المقاعد اللي تأهلها لأن تكون أغلبية، جعل إيران في موقف حرج. دعمها الآن يتم من خلال دفع الحلفاء الآخرين للتحالف معها، ونجحوا مع الديمقراطي الكردستاني، نجحوا. هو إيران اللي دفعت بالحقيقة قائنا بزيارته إلى إقليم كردستان، دفع بافال طالباني للتحالف مع الإطار التنسيقي، الغاية من عندها هو الارتقاء بالعدد على أقل تقدير لأغراض الموازنة. طيب اليوم بعد هذا القرار من قبل مقتدى الصدر، ما هي المخارج الممكنة للوصول إلى يعني توافقات إذا صح التعبير؟ العراق دائماً في هكذا أزمات، لحد الساعات الأخيرة واللحظات الأخيرة هنالك مفاجآت. أنا أتصور هو سوف يترك للتوافقات السياسية أكثر مما يترك للحلول القانونية أو الرجوع للدستور. طيب ما تأثير، تحدثنا عن إيران قبل قليل، الولايات المتحدة التي كانت في السابق يعني تتصارع مع إيران حول من يشكل الحكومة، اليوم مقتضى الصدر أعتقد ليس كثيرا محبذا من قبل الولايات المتحدة وأيضا من إيران، كيف سيكون الموقف الأمريكي؟ الرجل رفع شعار لا شرقية ولا غربية. لا شرقية يقصد بها إيران، ولا غربية يقصد بها الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية الآن لم تكن لاعبا مباشرا بالموضوع، هناك أطراف أخرى، تركيا، الإمارات، السعودية، تدخلت نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية كلاعب يمثل هذا الطرف. الآن الأطراف اللي تلعب بشكل أساسي هي الإمارات وإيران، هي الصراع على السلطة في العراق. ولذلك ربما استنكر الصدر قبل أيام المهاجمة من قبل ميليشيات عراقية. تحدثت قبل قليل عن عملية الثلث المعطل التي استنسخها الصدر من التجربة اللبنانية، وكأنه يحاول قلب اللعبة الإيرانية بالأساس عليها. إلى أي مدى سيستطيع أن يلعب هذه اللعبة بالفعل؟ لا، هي الثلث المعطل حقيقة من الممكن أن يدخل العراق، يعني يدخل مجلس النواب والبلد في أزمة دستورية، فراغ دستوري. لكن هو يدرك أنه التلويح بالثلث المعطل سوف يجعل من الآخرين في موقف محرج، موقف محرج في عملية انتخاب رئيس الجمهورية، لأنه فيه توقيتات مثبتة 30 يوما يعني ليس أكثر، وأيضا عملية انتخاب رئيس الوزراء. هذه هي الفكرة، أنه أنا عندي القدرة
على أن أعطل قراراتكم في هذا المجال بالشكل الذي إذا لم تتوافقوا معي سوف لن تصلون إلى نتيجة. أشكرك جزيلا دكتور تحسين شيخلي مدير مركز بحوث دراسات المستقبل في لندن على حضورك معنا. شكرا جزيلا. أما أنتم مشاهدينا فانتظرونا بعد فاصل قصير.